كغيرها من المدن السورية المنكوبة، عاشت مدينة نوى بريف درعا وضعاً مأساوياً لفترة طويلة قبل تحريرها. سعيد الرجل الأربعيني هو واحد من أبنائها. ذاق حرقة فقدان زوجته وأولاده في يوم واحد ليكمل لوعته على بكره خالد. ابني الكبير خالد البطل عمره 17 سنة. ثاني يوم لما يقولوا لي شفنا استشهاد خالد سعيد البطل على التلفزيون. مجزرة يعجز العقل والقلب عن احتمالها. ذكريات حياة كاملة صارت بقايا قماش يلمسه بأطراف ترجف قهرا. يوم النار هبت القريب قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أبصر شو صار هناك. رحنا لنقضي هناك، لما بقولوا في سيارة تفجرت هناك. طبعا أنا عيالي بدهم يجوا من هناك، طبعا ما قدرتش أتحمل الصدمة. يسترجع سعيد صورا لملامح عمر كامل يرش ملحا على جراحه، لكنه وبكل تصميم الأرض بدأ حياة أخرى. فتزوج وأنجب خالد الصغير ليصنع منه ما كان عليه خالد الشهيد من رجولة. أعاد سعيد عقارب ساعات حياته ليتخذ من عمله الجديد كنائب لرئيس مخفر نوى رسالة واضحة بالتحدي ومواصلة الحياة. بعد أن شارك في المعارك والانتصارات في ريف درعا، أبرزها معركة نوى وتحرير تل الجابية. هذا هو حال سوريا. لم يكن سعيد هو الأول أو الأخير، ففي كل يوم هناك سعيد، لكن الأمل في نصر قادم هو ما يواسي شعبا شهد الحرب بتفاصيلها منذ بداية الثورة.